يقول: حججت وحدي مرتين وأرمي في آخر يوم قبل الزوال، حيث إني أعتبر اليوم العاشر من أيام منى التي قال الله عنها: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. الرمي في اليوم العاشر يبدأ من منتصف الليل، ليلة النحر، فلو رمى بعد منتصف الليل أو بعد طلوع الشمس أو بعد الظهر أو بعد العصر أو حتى بعد المغرب جاز ذلك. وأما في بقية أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل والثالث عشر لمن تأخر، فلا يجوز الرمي ولا يجزي إلا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرمي إلا بعد الزوال، ويقول: خذوا عني مناسككم. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتحينون زوال الشمس ثم يذهبون للرمي، فلو كان الرمي جائزا قبل الزوال في أيام التشريق لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، لأنه بين لهم الرخص التي تجوز لهم، ولم يأتي فيها أنه رخص لهم أن يرموا قبل الزوال. نعم. يقول: فعليه، على من فعل ذلك، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يذبح فدية عن هذا الرمي، لأنه وقع في غير وقته فلا يصح. نعم.